لحد الآن لا، ما في أي منظمة دولية أو منظمة محلية بتعنى بشؤون الهجرة طالعت أي بيان أو تبنت أي شيء. شفنا من كم يوم تقرير الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين، وعم بتحذر فيه من العودة الطوعية، من إجبار الناس على العودة الطوعية لسوريا. وبنفس الوقت كمان طلعت قرار أو طلعت بيان حكت فيه وحذرت فيه أنه الهجرة غير شرعية عبر الحدود راح تؤدي لمخاطر بحق اللاجئين. الأسئلة كانت توجه لهم أنه نحن بدنا موافقة من السلطات التركية لحتى نطلع باتجاه الحدود. كلنا بنعرف إذن السفر والتضييق من خلال التنقل بين الولايات، فأكيد البوليس التركي أو الشرطة التركية ما راح يخلونا نوصل لإسطنبول أو يخلونا نوصل لأدرنا. هيك كانت أغلب التساؤلات ناهيك عن فكرة إنه إذا أي شخص مسك باتجاه إسطنبول أو باتجاه أدرنا يعني معروف المصير راح يكون هو الترحيل على سوريا. هل أنا كشخص ابن ثورة وإذا بدي أحكي باسم أشخاص موجودين في تركيا أو في الشمال السوري وبدي أشجعهم على الهجرة، فأنا أول شيء بدي أحط الإجراءات الثلاثة لهم، تمام؟ أول بند. ثاني شيء أنا لازم أعرف عن شخصيتي أنه أنا عم بحكي باسمكم أو أنا عم نسق لموضوع بخصكم، فلازم أنا أول شيء أنه أبرز شخصيتي. ثاني شيء لازم أنا يكون إجراءات السلامة عندي أتخذها بكافة الاتجاهات، تمام؟ إذا بدنا نعمل هيك بس أنه ملخص بسيط، في كثير من الناس باعت عفش بيتها، في كثير من الناس باعت من النساء باعت الذهب، في كثير من الأشخاص تركوا أشغالهم، في كثير من الناس باعوا بيوتهم المستملكين، في كثير من الناس حاول تتوجه بأطفال ونساء وشيوخ باتجاه الحدود. أنا شو الإجراءات السلامة اللي حطيتها أو اللي اتخذتها لحتى أمن هاي الناس؟ إنه أنا مجرد كتبت منشور على التليجرام إنه المستلزمات اللي لازم تاخذوها معكم هي شوية أدوية وشوية أكل وشوية بسموها منامية، هي بتجي مثل كيس الشخص يستخدمه خلال السفر. هي إنه عدة تهريب، اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية هي عدة تهريب. أما أنا طالع بشكل قافلة جماعي بتضم 10,000 أو 20,000 أو 15,000 شخص، فأنا لازم يكون متبع إجراءات، لازم يكون في عندي تنظيم، لازم يكون في عندي جروبات جانبي أنا حاطط فيها أشخاص متطوعين وبحيث ينظموا سير القافلة، يكون في اتصالات مباشرة بيناتهم مع قيادة القافلة. هذا الشيء للأسف مو موجود بالأيام.